العار جاوبيني اختي عرفتو 3 ايام سخي وظريف. قال لي تصاحبي معايا، قلت له ما كنتصاحبش بلوكاني. دابا دخلت عليك بالله في 3 ايام عرفتيه سخي وعرفتيه ظريف في 3 ايام. بعدا فين مشيتي مع هاد 3 ايام باش شتيه سخي وفين تعامل معاه كاع في 3 ايام باش شتيه ظريف؟ وغش صاحبي بلوكاك، بلوكاك صاحب مصلحته حيت كان باغي مصلحته. واحد الانسان ناوي لبعيد ما غاديش يبلوكاك حيت قلتي له ما نتصاحبش معاك. فهمتي؟ ما فهمتش. 3 ايام صافي حكمتو على الواحد، نظرة 10 طيحة دروسها مع بنان وفي التالي تقطبت عارف شتي في 3 ايام صافي حكمتي عليه وباز. انا قرب الزواج ديالي وما عرفت ما نوجد نبدا في التقضيه اختي رجاء. شوفي بداي بالبيجامات، بداي بالكسواد لتحت، بداي بالملابس الداخليه، شري غير هي ما تعرميش. انا عرمت راهم مين جالسين تما في السطوك. شري داك الشيء كما كنقولوا فهمتي، اللي تحتاجيه اللي تلبسيه فهمتي، داك الشيء اللي تلبسي يعني ديما فهمتي، الملابس الداخليه وكثري حيت فهمتي تحتاجيها اكثر من دوك الحوايج القفاطن وهذا وداك الشيء القفيطات. بلا مشي تخيطي ما تخيطيش، شري غير دوك القفيطات مثلا اللي كتجلسي بهم في العرادات هكا يكون فيهم سفيفه خفيفه واحد الزوج ولا باش هكا تجلسي لشي عراده في النهار النقش ديالك تحيدي تجلسي في النهار اللي يجي عندك شي حد تحيدي تلبسي واحد القفيطات. من شري زوج للبيت صافي ما تكثريش داك الشيء ديال الاخر. شري بينوار الحمام، شري فيطات، شري المكياج ديالك. صافي هادشي تقريبا اهم اهم اهم. غنفكر تفكرت شي حاجه نزالك في الطوري الجاي. كنبغيه بزاف ولكن هو عنده وحده اخرى وكيقول لي كنبغيك انت شنو ندير عافاك. والله يمسخ كنت وياه. دابا منيت كنتي عقلك مكلخ لدرجه انك كتيقي واحد مع وحده اخرى ويقول لك كنبغيك، هي معاها كيقولها كنبغيك وانتي معاه كيقول لك كنبغيك ومع هذيك كيقولها كنبغيك وكيبغيكم كاملين زعما قلبو كبير. زعما كنت كنستغرب لهذا النوع المكلخ ديال البنات اللي واكل التبن اللي كيتيق. ما فهمتش انا شنو عندكم في داك المخ. شنو ندير عافاك؟ شنو ديروا؟ جمعي راسك اختي، نضي جمعي كيضحكوا عليكم بواحد الطريقه زعما باز اختي الدل اللي غاتصين فيه. قالت مع وحده وتابعاه انت وكتبغي انت اختي شو د اللوجيك ما كاينش. صاحبي مشى حرق كيف انا وياه دابا 4 سنين علاقتنا زوينه ولكن جاني فراق وصعيب شنو ندير؟ شنو بقى نتسناه؟ اويلي 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 على صباح المكلخات اويلي بغاو يحبسوا لي راني صايمه والله ما راه تغلوت ما راهش فيا ما يهضر. ولي دخلت عليك بالله والنبي رسول الله السيد مشى حرق. السيد مشى حرق ما عنده لا وراق لا والو زعما كي غادي يدير الوراق كي غادي يدير الوراق شحال خاصو من عام نقولو لا بغى يخدم ومبغاش يتزوج سينو غادي يشوف له شي قاوريه مسكين دير له الوراق ياك. هادي الحل الاول الا ما كاش قاوريه خاصو يخدم بيديه وبرجليه اختي ويجيبها من فم السبع باش يدير الوراق. وعرفتي شحال من عام خاصو باش يدير الوراق هاك بيضه تسناي وانتيا تقعدي تبوري وتشيبي من جميع الجهات وتلقاي واحد مازال ما دارش الوراق. سير اختي سير الله يسهل عليك. السيد حرق صافي حرق خلي اختي شوف حياته الله يسهل عليه وجاتي الله يسهل عليك. مابقاوش البنات تكلخو مابقاوش تحيمرو. اختي كنهضر مع واحد على اساس الزواج كيقول لي خاص تكوني غليظه وتكبري المناطق مع العلم عرفنا ضعيفه. انا فقصني نقول له مرحبا نكبر المناطق ونغلط وندير كل شيء ولكن انت تكون عندك الدار وتكون عندك الطوموبيل وتكون زوين وتكون طويل يكون عندك ويكون عندك ويكون عندك وما تسكنيش مع امك وندير لك هذا الشيء كامل. الراجل يجي يتشرط وبغيتك وبغيتك بغيتك بغيتها قوريه وبغيتها زعره وبغيتها كل شيء فيها زوين كتشقشق وزوينه وفاعله وتاركه وتا حنا حتى هي خويا بغاتك زوين وفاعل وتارك وقاري وعندك الدار ومنيبو وتعرف انت كتلقاي باباه جاي ما عرف منين جاي حتى بونجور ما كيعرفش يقولها مسكده حتى كلمه مسكده ما كيعرفش يهضرها حتى خدمه مسكده ما عندوش شي تشرط عليك وباز الوجه اللي عطاهم سيدي ربي مقصدر. كنا مصاحبين ومشى لاوروبا كان يجي يتزوجوا من بعد قال لي ما قادش على العلاقه. البنات خاصكم تعرفوا انه البعد كيدير واحد الفجوه كبيره. شوفي لفيت انه الشاب غادي يحرق بلا ما يكذب عليك يقول لك انا غادي نحرق وندير الوراق ونجي عندك. شوفي كاين واحد بلا ما تقولي انا كاين واحد نسبه تاع 1% الا كانت ديك 1% ما كانتش واحد 0.99% نتاع اللي كيمشي مسكين يدمر باش على ود مراته ولا تكون صاحبته ولا خطبته باش يديها. شوفي الراجل الا مشى صافي غبر عليك مشى يشوف حياته راه غيتلقى واحد الحياه تما اخرى غيتلقى ناس اخرين غتدي عليك المشاكل غتدي عليك الخدمه غتدي عليك لونطوراج جديد. راه بنادم ما من هكا كيبدل من دار لدار وكيتبدل عليك مشى يبدل البلاد. فقليل اللي كيبقى في سباقته سورتو اللي ما كيكونش عنده من الماني وكيمشي يحرك باش يدير الماني فهمتوا كيفاش. فاختي العزيزه بلا ما كتبقاو تضحكوا على راسكم ما عرفت انا هاد النهار صحاب الحريق ومشى لاوروبا. واش رايك في واحد يقارن حبيبته بصور بنات على النت يقول لها ها شوفي لا طاي انت وما حبيتيش تسمني هي زوينه طايتها
البنات مالكم هاد الصباح مصبحين عليا باغين تحبسوا لي شي عرك؟ شوف اختي العزيزه غادي نقول لك واحد الحاجه، راه ما كانش الولد يجي لعندك ويقول لك شوفي هذه احسن منك الا انت كتكوني حاقره راسك، الا انت كتكوني قلتي له انا باغيه نسمان، الا انت كتكوني بينتي له بلي ما عجبكش راسك كوم توي، فالراجل كتبيني له الضو كيزيد يبيكي عليك، فهمتي؟ كيحس بلي عندك نقص وكيزيد يبيكي عليك، فاش يدير لك شي حاجه بحال هكا اول حاجه عارفه بروش، ثاني حاجه ما احنا بعيدا كاع على الاهانات، ثاني حاجه ما ناويش المعقول، ثالث حاجه باغي يطيح منك، رابع حاجه قرصيه حتى انت وقمعيه، قولو تتكون انت كي سيادك على جفاجي اجي عاد انا يقارني بوحده اخرى، شنو جبدي تي كيحاول ينقص منك؟ بغيتي تفقسي وتحركي تجبدي له العيوب ديالو، قولو تتكون انت كيما هكا سير تريني بعدا لاص فلاصال وانت كتلقاي مسلق من العظام واش حس بيهم. والله العظيم انا بالنسبه ليا البنات انا كنت ديما ضعيفه، واحد كنت في 43 كيلو ما عمرو تعرضت لهذا الموقف هذا، حيت كنت ديما كنتعنى براسي، واخا اوفوند ما كنتش كنشوف راسي ضعيفه بزاف وباغا نزيد شويه ولكن ما كنتش كنبينها. فانتوما بنات الحرام الناس كاع اللي سقت لكم الخبر بلي بغيتو تربيو تصدروا بغيتو تربيو ما عرف شنو تربيو اللحم، بالعيف امك بغيتي تربي اللحم سيري كولي مزيان وتريني وتدخلي السعرات الحراريه لجسمك وسكتي بينك بين مخك، فضحتينا انا مسلقمه انا عمود الشواء انا صفر سدي داك الفم بنت الحرام كتعيري في راسك وبغيتي الهيمر ما يعير ما يعيروش فيك، راه ما عمر تكون بنت معايا متعنيه براسها والله العظيم متعنيه براسك ويجي شي واحد يعايرك، ما عمرو ما كتزعميش على بنادم هذيك واخا تشوفيها معنيه براسها دايره كي الزبله تبقى تقول لك انا والله ما تزعميش بقى غير تشوفي ما تزعميش تعيريها في ظهرها ما تعيريهاش في وجهها. فالبنات خاصكم تعرفوا انك تعني براسك تكبري براسك والله ما يعيروك، فهاد النوع اللي كيعيروه ما شخصيه زيرو ما كيتعناش براسو ديما هاد النوع كيطيح براسو. اختي انا كنخونو مع صاحبي مع العلم تزوجت وانا تنبغي صاحبي، قولي لي شنو ندير؟ الصراحه البنات بغيت نسب وعرفت بلي زعما راني صايمه ما بغيتش نضيع نهاري، فبلا بغيت تسبو زعما تفضلوا زعما ولا نخليو حتى المورا الفطور ونسبوها سبه جماعيه زعما الوقاحه وصلت بالانسان انها تجي وتكتب لك تقول لك انايا كنخون راجلي مع صاحبي، زعما بلا هاد الوقاحه زعما اللي فيها كافيها بلا ما غادي نسبها. خليت لكم الهضرة حضرة الفتيات المحترمة الموقرات، تقدروا تسبوا فيما يرضي الله حول ولا قوة إلا بالله. فيدا غاش كريمة ديروه المتزوجات والعازبات ملي كتجي تقدر تجيك لاغي تقدر تستخدمي فيدا غاش، فيدا غاش كريم كيبيض واش غير المتزوجة اللي خاص يكون عندها بيض زعما انت بنت الحرام ديروا لي تيدو أومو خلي بالك كحال الكلب كحال وطحي عليه بالراس ورتي يولي كحال وقول لي غير علاش اختي غير المتزوجات منين جبتي هاد غير المتزوجات زعما شنو؟ اختي في دغاش كريم كيستخدموه كاع العيالات اللي بغات تبيض المنطقه الحساسه كتمشي لابارا فارماسي كتاخذ في دغاش دايره 300 درهم يقدر يجيكم شويه غالي ولكن اختي راه المنطقه الحساسه هذه ما تقدرش ديرها كريم ديال 100 درهم. فالمهم هذاك يستخدموا كاع البنات من فوق سن زعما من فوق سن البلوغ تقدر تستخدمه، هادي حاجه باينه البنات اللي عندهم كحل بسبب الرازوار حاولوا تيفيتيو الرازوار البنات حاولوا ديروا لاصيغ، لاصيغ كتقصح في الاول في الزوجه في الثالثه كتبقى تجيك عاديه غير ما تخليش الشعر يكبر بزاف باش ما يتجبدلك ما يقصحكش ما طيبلكش ديك الجهه. واش الحب الاول يقدر الولد ينساه ولا كيبقى ديما في عقله وخا يتعرف بنت اخرى؟ ما كنامنش بشي حاجه سميتها الحب الاول، تبرهيش الاول، ما انا بعدا ما كنامنش بشي حاجه سميتها الحب الاول حيت عادي هذاك انسان فات، حيت عطانا حنا الانسان خلق انسان لانه ينسى، حنا عطانا الله القدره التجاوز وقدره النسيان، فديك الانسان اللي دازت في حياته غادي يدوز موراها بزاف ما غاديش تنسيه سوى الا ما دازتش وحده بحالها ولا احسن منها. اما انت اختي كنثق فيك انت لالا ومولاتي، دونك انت تايقه في راسك لالا ومولاتي واللي جات عجبيه يا بنت الاصل يا بنت التاوين ما غيكونش عندك مشكل. اما يكون عندك شخصيه ضعيفه وما غنقدرش نسي في حبه الاول كايناش هاد الهضره، ما كايناش هاد الهضره حبيبه ديالي، حيديها من عقلك حيديها من عقلك. الحمارة ديالي الكبيده ديالي رجع بعد مده طويله سول فيا ومشى ما كيجاوبني حتى كيقول لي راسو غادي نقول لك الحمارة ديالي وسمحي لي زعما ولكن انتي الحمارة ديالي غنقول لك علاش، حيت فاش جا سول فيك فاش قالها له راسو جاوبتيه تم ما جاوبتيش حتى يقولها لك راسو راسك انتي، فضروري غادي فاش يلقاك انتي تحت صباط وخا مشى ترشقات ليه قالها له راسو ورجع فاش قالها ليه راسو وسول فاش قالها ليه راسو ولقاك انتي تما في الوقت اللي قالها ليه راسو فغيرجع يمشي في الوقت اللي قالها ليه راسو، ولكن لو كان ما لقاكش في الوقت اللي قالها ليه راسو غيبقى في الوقت اللي قالها لك راسك انتي وغتجرجريه كيف قالها لك راسك انتي، ولكن انت حمارة توحشتي وجاوبتيه دغيا على الله كيف جاوبتي. دابا عارفك بلي باقي انت هي انت ما تبدلتيش وباقي غبيه ما تبدلتيش داكشي علاش متى
ملي من الغباء ديالك الكلبيه المدلوله، فيقوا من الكلبيه بنت الحرام، فيقوا من الكلبيه. الا مشاو غبر ديري العز يجي ما يلقاكش، كانت هنا تيجي يشبع الزغاوات ويجي يلقاك. بنات والله العظيم سمحوا لي، ولكن نتوما كتحطوا راسكم في هاد المواقف، نتوما كتعتبروا الراجل شي حاجه لدرجه انه نجلس حداه ويضحك عليا، نتوما كتطيحوا براسكم وما كتعطوش قيمه لراسكم وما كتثيقوش في راسكم وما مكبرينش براسكم. انكبر براسي نجلس في طبلة ما كانش لي كبر بيا، نكبر براسي. علاش غي علاش غنخلي الناس يضحكوا عليا؟ شنو فيا؟ شنو فيا؟ شنو عندي ناقص على الناس باش انا الناس يضحكوا عليا؟ شوفي كلشي نابع من هنا ومن هنا. فاش تكون عندك قناعه ديالك هنا في قلبك وفي عقلك انه انت واحد الانسانه اللي رائعه، واحد الانسانه اللي زوينه، وعندك ثقه في النفس، والله واحد ما غادي يجي يضحك عليك ولا غادي يحطك في الطريق. ولكن طونكو بنادم كيحس راه بنادم متحرم، ديب عليك تكون في واحد الفيديو نقطه ضعفك خليها لك، كيحس بشي حاجه والله ما يرحمك. راه كاين ولاد الناس ولاد الحرام، ولاد الحرام ما يرحموش. فخاصك انت يا حبيبه ديالي تفردي راسك وتفردي شخصيتك وتحترمي راسك. ضحكتني هذه الاخت، انا رجعت معاه ولكن ما بغيتش نرجع. مديري لك كنت نصحيني عافاك، ما تعاوديش نفس الاغلاط، ما تعاوديش تبكي موراه في التليفون وتطيحي الخنونه، ما تعاوديش تصوني له على الطالعه والنازله وفين مسيتو فين جيتو علاش ما سولتش فيا. كاع الاغلاط اللي خلاوك تطيحي في عينيه ويمشي ما تعاوديش ديريهم، خاصك تبدلي ولا حبيبه كيف جا غيمشي. رجاء هو واخا صايم كيقول لي بيبي حبك وبدا واش عادي ولا حرام؟ كانت منك تجاوبيني. شوفي خليه يزيد غير اختاه حدا حبي، يقول اختاه حبي اختاه الكبيده ديالي، صافي يمكن غيكون حلال. والله اختي زعما كتعطيني شي اسئله زعما والله ما كنعرف لا الجواب، ما عرفتش صافي والله ما عرف الجواب. جاوبوها البنات. ضحكتني هاد الاخت، اختي بيرفيتال عادي، اي دواء ديال فاتح الشهيه عندك الاعراض ديال نعسك ديك اليومين ثلاث ايام، عندك بيرفيتال، عندك بيرنابول، عندك نورافيد، كحالو كينعسوك عندك يومين ثلاث ايام ومن بعد تنوض دردقي، ما عندك حتى شي حاجه حبيبه، عادي من الاعراض ديالهم. رجاء الحبيبات عرفت على دري زوين ونقي، بغيت كيفاش نحافظ عليه ونكملوا بزوج ان شاء الله. الا كتب انا كبريائي صعيب، شوفي تكوني مدلوله صعيب ويكون كبريائك طالع بزاف عاود تعاود تلقاي مشكل. بغيتي تحافظي عليه خاصك تحافظي على ليكيليبر، ما تكونيش لصقه، ما تبينيلوش باللي غير هو اللي كاين في الوجود، ما تبينيلوش باللي هو مشى غير تقطع عليك الموض والنفس. خلتها قلت لها فرعونك ما تتنفسيش هو يتنفس فرعونك، تشدي بابها الكلب تعطيها واحد الطريحه تبعيها الفرعون فرح في القبر. المهم وما تكونش عندك عاود داك التعفار بزاف الكبرياء ديال انا وانا، راه الراجل ما يبغي حتى واحد ما يبغي داك التكبر الخاوي، فهمتي؟ فخاصك تكوني ماشي مدلوله ومشي متكبره، تكوني بشخصيتك وبقيمتك وباحترامك، ولكن ماشي متكبره ومشي متعفره، وتعرفي امتى ترخي وامتى تشدي وامتى تزيري وامتى ترخفي. صافي هذا ما كان، ما تبقيش تابعه بالاسئله وما ترخفيش عاود، ما تلعبيهاش، ما تكونيش مدلوله. كيفاش نتعامل مع واحد باغيني ديجا باش يزيد يبغيني ويتعلق بيا اكثر؟ نصيحه بقاي في هاد النيفو اللي راكي فيه ديال الحب ديالو، ما تزيديش تبغيه اكثر وتتعلقي به اكثر، راكي في هاد النيفو راه كيبغيك ويموت عليك. الشيء اذا زاد عن حد انقلب الى ضده، غادي يحس بلي كتبغيه فوق القياس وتعطيه كيما قيمه فوق القياس وتهلاي فوق القياس، كاع ديك الحاجه اللي سميتها فوق القياس كتخليه يطفش وما يوليش، داك الاهتمام فوق القياس كتخليه يطفش وما يوليش. كاين الحالات الاستثنائيه ديال الرجال اللي كتكبر فيهم، ولكن اغلبهم كيحس براسو شي حاجه وكيخوي. فخليك في هذا النيفو اللي راكي فيه طوب، راكي انت حاكمه وانت المسيطره في العلاقه وكيبغيك كيحماق عليك، بقاي هكاك ما زيدي ما تنقصي، ما تخليش يحس براسو تنوض طاحه فيه تحت العمى في الظلمه وتقولي له واو انك ما نطلق ولا ما شوفي بقاي بحال هكا صافي، راه يبغيك بحال هكا بقاي بحال هكا، ما تبقاش ديري تحيات عليه وتحيدي من طبعك عليه، بقاي هكا كيف بغاك. رجاء طيحنا السيد الكراش بسبب النصائح ديالك. مزيان بصح داك راه خطر ويبين باللي يحبني وخطر يجاهني، واش ندير؟ خطر يبين يحبك خطر يبين يجاهلك، بقاي كما راكي يا عزيزتي الفتاة، بقاي في الطاكتيك اللي راكي ماشيه به باش طيحتي هي لاله يا مولاتي، وما تبي فهمتي راكي بين راسو متجاهل، راه مازال ما طاح 100% ولكن فهمتي طاح، غير من يتجاهل ما تلصقيش فيه فهمتيني، وتقولي له علاش تبدلت وشنو على العلاقه اللي بيناتنا وباش كتحس من جهتي، بقاي كيف ما راكي فهمتي، هضر معاك شوفي شنو هي في الاول، ما تحاوليش تميكي عليه وتعطيه الدخل الاول، لا كيجي هضر شنو هي، ما تمشيش انت تقلبي عليه وما يجيش هو، من يجي هو يقلب عليك جاوبيه، يهضر معاك جاوبيه، يكتب لك جاوبيه، ما
متميكيش عليه في الاول حيت انا مازال ما طاح يقدر يغيب النهار تشديه ديك الساعه ديري ديك مره مره توحشاك ميكي مره مره. اما دابا راه عاد بيد العلاقه ما تزبيش خلاو اللي قالوه ولكن ما تزبيش وما تلصقيش. شي وقع بيناتنا مشكل وقال لي شكون تسوق لك وبلوكاني انا متاكده غير جايه تهضرني شي مع 55 قمع 55 انك تخليه بلاكا 55 بلي يجي يهضر معاك ما ديريلوش في ويشوفك اونلاين وما ديريلوش في وحطي ستوريات وستاتشات وما ديريلوش في هذيك اكبر قمع 55 الا هو قال لك شكون دا تسوق لك شي غادي تبيني ليه شكون شافك اصلا ما كنشوفكش انت حشره ما كتبانش ليا خليه هكا كيتجرجر واحد 3 ايام 40 ما تقول له اه ما شفتش لي ميساج شكون انت.